أنا دعاء العبد الله، قائدة مبادرة ملح سكر. مبادرة ملح سكر هي مبادرة تعنى بإنشاء نوادي للقراءة، لكن هاي نوادي القراءة ما بتستهدف أي فئة عادية، بتستهدف فئة من فئات المجتمع المهمشة، وهي فئة الأحداث والأشخاص اللي بدور الرعاية. إحنا كل شهر منروح عندهم منختار كتاب معهم، بعد ما نختار هالكتاب ويقرأوه إحنا نقرأه، منعمل ورشة منناقش الكتاب من جميع جوانبه، منناقش الأفكار اللي فيه. منهتم كثير بكتب التنمية البشرية لأنها فعلياً بتعزز لهم كثير من المهارات الإيجابية وبتبعد عنهم مهارات سلبية. أنا فعلياً لقيت تغيير كثير بحياة أشخاص كانوا معي بنادي القراءة ورح يستمروا، ورح فعلياً نناقش عدد كبير من الكتب في الأشهر الجاية. إذا عجبتكم الفكرة بتمنى تصوتوا لي.